مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم. ويمكن النهاردة ومبارح الكل بيتابع محكمة العدل الدولية وما يجري داخل محكمة العدل الدولية، لأنه جنوب أفريقيا بتقدم المرة الرابعة للمحكمة دلائل قوية لإثبات تهمة الإبادة الجماعية في ظل ما يحدث من تصعيد من الكيان الصهيوني في غزة وفي رفح الفلسطينية على وجه التحديد. النهاردة كان في تأكيدات وتصريحات كمان قوية لممثل وزارة الخارجية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، واللي قال المشهد اللي يمكن الكل شافه، المستوطنين اللي بيهاجموا المساعدات المتجهة لغزة، وده بيحصل قدام الجنود الإسرائيليين. وأكد كمان أنه إسرائيل بتمنع الأونروا من أن هم يمارسوا عملهم داخل غزة، وبتعرقل عمل كل من يعمل في الأونروا، ومسألة عدم وجود الوقود الكافي يعني المستشفيات علشان تشتغل، والمساعدات اللي مع إغلاق معبر رفح كمان من الجانب الفلسطيني وسيطرة الجانب الإسرائيلي عليه بقت معضلة في إيصال المساعدات. وأصلا الوضع هناك مروع، الوضع هناك مأساوي وكارثي لا يحتمل أكثر. كمان وفد جنوب أفريقيا النهاردة أمام محكمة العدل الدولية قال إنه الإسرائيليين بيرتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وقال بالنص كده تقدمنا بالقضية لأننا نعتقد أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة. خلينا ناخد على التليفون دكتور جهاد الحزيران، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أستاذ جهاد الحرازين، أهلا بحضرتك. ومسألة الدفوع التي قدمتها إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية لتتنصل من تهمة الإبادة الجماعية، بأي دفوع قامت إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام العالم وأمام محكمة العدل الدولية في ظل التصعيد المستمر في غزة وفي رفح تحديداً؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن إسرائيل لا زالت تواصل مسلسل الكذب والتضليل والخداع برواية كاذبة وخادعة، اعتقادا بأن العالم لا زال في حالة من الصمت وفي حالة من قبول الرواية الإسرائيلية، لأن الجريمة التي ترتكبها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أصبحت شاهدة وليست بحاجة إلى دلائل، علما بأن كل ما يتم ارتكابه من جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تصور وهي تنقل سواء عبر الفضائيات أو عدسات التلفزة أو عدسات الكاميرات، كل ذلك ينقل للعالم وليست بحاجة إلى تحقيقات، لأن كل ادعاءات الفريق القانوني لدولة الاحتلال بأنهم يدافعوا عن نفسهم، السؤال الحقيقي أين الدفاع عن النفس، علما بأن الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي هو يأتي في سياقات محددة ويأتي ضمن التزام كامل بالقانون الدولي، ولكن نحن نشهد بأن 35,200 شهيد، أكثر من 80,000 مصاب، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 مفقود، تدمير كامل لكل مقومات الحياة، سياسة الحصار، سياسة التجويع، سياسة التعطيش، سياسة انتشار الأوبئة، كل ذلك هو يأتي في سياق الإبادة الجماعية ضمن التوصيف القانوني، وذلك وفقا للقانون الدولي وفقا للقانون الدولي الإنساني وحتى وفقا للنظام روما الأساسي الناظم لعمل محكمة الجنايات الدولية. من هنا حاول ممثل دولة الاحتلال الحديث أو التباكي حول الأحداث التي جرت يوم 7 أكتوبر، متناسب أن هذه قضية مستمرة على مدار 76 عام متواصلة، متناسب الجرائم التي ارتكبتها حكومات أو عصابات الاحتلال لإقامة هذه الدولة المزعومة على أنقاض القرى المهدمة، بالإضافة إلى على جماجم الأطفال الذين ارتكبوا بحقهم المجازر في دير ياسين وفي كفر قاسم، وتمتد الحلقة وصولا إلى قطاع غزة، ونحن نتحدث عن أكثر من 75% من الشهداء هم من النساء والأطفال، أي بمعنى أن بنك الأهداف الذي حددته حكومة الاحتلال هو الأطفال والنساء، أي بمعنى حرب إبادة، علما بأن حالة استهداف كافة المنشآت المدنية والتي هي محمية وفقا لاتفاقية جنيف، استهداف المستشفيات، استهداف المدارس، استهداف الجامعات، استهداف المساجد، الكنائس، استهداف مقومات الحياة من بنى تحتية، شبكات الكهرباء، شبكات المياه، الصرف الصحي، المواصلات، كل ذلك هو يأتي في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وهذا ينطبق وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت عليها 154 دولة من دول العالم في عام 1949، ولا زالت الدول توقع على منع هذه الجريمة الكبرى والتي هي تعد
أم الجرائم التي ترتكب في العالم. ومن هنا نجد بأن كافة الدفوع التي تقدمت بها دولة الاحتلال لا قيمة لها أمام الحقائق التي وجدت. صحيح يا دكتور جهاد، اليوم وبعد هذه الدفوع الواهية التي قدمتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أي تدابير ستتخذها المحكمة لإيقاف هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تتم في غزة وما يحدث في رفح على وجه التحديد؟ يعني حاولت جنوب أفريقيا والدول التي انضمت ومصر ومجموعة كبرى من الدول التي انضمت إلى هذه الدعوة أن تطالب بمجموعة من التدابير الاحترازية العاجلة إنقاذا للشعب الفلسطيني، على وهو أن تأمر المحكمة محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق نار فوري، بإدخال المساعدات بشكل متدفق بعدم اجتياح مدينة رفح، بإنقاذ الإنسان الفلسطيني. هذه أربعة تدابير اتخذتها أو قررت جنوب أفريقيا بالإضافة إلى الدول المشاركة معها طلب من المحكمة اتخاذ هذه التدابير. ولكن بالمقابل السؤال الحقيقي، ماذا قدمت أو ماذا فعلت دولة الاحتلال بعدما أصدرت المحكمة يوم 26 يناير مجموعة تدابير احترازية وألزمت دولة الاحتلال بتقديم تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية والإجراءات؟ ولكن حتى يومنا هذا لا زالت دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة التنفيذية والجهة التي تمتلك القوة الملزمة والتي تمتلك القوة التنفيذية التي بإمكانها أن تستطيع أن تلزم دولة الاحتلال. ولكن نعلم بأن الفيتو الأمريكي دائما حاضرا في هذا السياق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيتو خلال 7 أشهر 4 مرات، 3 مرات ضد وقف إطلاق النار ومرة أخرى ضد العضوية الكاملة لدولة فلسطين. صحيح يا دكتور جهاد، لكن المشهد العالمي يتغير، ما رأيناه من مظاهرات يعني عدة في دول أوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية يحرك المشهد عالميا. تحدثت حضرتك عن دخول القاهرة بجانب جنوب أفريقيا في الدعوة المقدمة لمحكمة العدل الدولية، كيف ترى المشهد مع دخول القاهرة جنبا إلى جنب مع جنوب أفريقيا في هذه الدعوة، وكيف ستؤثر على الأرض؟ يعني أعتقد بأن القاهرة لها دور كبير، ومصر دولة ذات الثقل في منطقة الشرق الأوسط وذات الثقة لدى دول العالم بأسرها. الجميع يدرك حجم ومكانة ودور مصر فيما يتعلق بحالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومكانتها وما تحظى به من احترام وتقدير القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يملكه من بصيرة نافذة ومن حكمة وحنكة سياسية قادرة على قراءة المشهد واستشراف المستقبل، وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المناسبات حتى قبل أحداث 7 أكتوبر بأن المنطقة ذاهبة إلى حالة من الانفجار، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو خفض التصعيد وعدم وصول المنطقة إلى حافة الانفجار أو حالة الاشتعال. ولذلك عندما تدخل مصر بجانب جنوب أفريقيا في هذه القضية، مصر تمتلك من الوثائق وتمتلك من الدلائل باعتبارها شاهدة وواقفة على الحقيقة وبل مساندة للشعب الفلسطيني. مصر التي اصطفت مئات بل آلاف الشاحنات على جانب المعبر، على جانبي المعبر من الجهة المصرية، واستخدمت الأمين العام للأمم المتحدة وكافة مفوضي الأمم المتحدة والهيئات الدولية للنظر على ما يقوم به الاحتلال من جرائم تجويع وحصار للشعب الفلسطيني. مصر تمتلك الوثائق، تمتلك الدلائل، تمتلك الصور باعتبارها على تماس مباشر بكل الأحداث الجارية، وهذا يعطي جنوب أفريقيا والدعوة قوة. يعني لا يمكن تصور الدعوة بدون وجود مصر في قوتها الحالية، وهو ما عبر عنه حتى كافة أطياف الشعوب وحتى المسؤولين في كافة دول العالم تحدثوا بكل صراحة بدخول مصر بجانب جنوب أفريقيا إلى دعوة منع أو وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إذن ستكون هناك أو سيكون هناك ثقل، مما يعطي مصداقية أكبر للقرارات التي ستتخذها محكمة العدل الدولية بما يتعلق بهذا الصراع، ومصر بما تملكه من دلائل ومن وثائق ومن شهادات. هذا الأمر الذي سيكون بشكل حقيقي داعم، وخاصة نحن نعلم مصر هي التي تعمل على إدخال المساعدات، مصر التي تعمل على إدخال الوقود، مصر التي تعمل على إدخال الوفود الطبية، مصر التي تعمل على إنشاء
المخيمات للنازحين الذين لم يجدوا مأوى، مصر التي استقبلت الجرحى والتي لديها شهادات ووثائق حية من قبل هؤلاء الجرحى الذين استهدفوا بأسلحة محرمة دوليا، وهم عبارة عن أطفال، عبارة عن نساء، عبارة عن كبار من السن، عبارة عن شباب لا علاقة لهم، بل هم مدنيين ولكن استهدفوا كونهم فلسطينيين يقطنون في قطاع غزة. وليس فقط هذا الأمر، فمصر على دراية بالملف الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كامل من خلال ما أجرته من حوارات مسبقة وما أجرته من وسطات في العديد من المواقف. صحيح، وجولات مفاوضات مضنية قامت بها القاهرة للتوسط والوساطة لوقف إطلاق النار. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. بالتأكيد دخول القاهرة بجانب جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية خطوة في غاية الأهمية، وفي انتظار تبعات هذه الخطوة وقرارات محكمة العدل الدولية. بس لازم نحرككم، نروح لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا. أهلا بحضراتكم من جديد. قطبي الكرة المصرية بيستعدوا لمباراة مهمة جدا، الأهلي والزمالك بيستعدوا حاليا للنهائي القاري على البطولتين الأكبر في القارة، وهم بطولة أفريقيا والكونفدرالية. الأهلي النهاردة خد ميرانو الأول في تونس على ملعب رادس، وده طبعا استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال أفريقيا. الزمالك كمان في كامل تركيزه علشان عنده مواجهة قوية جدا أمام نهضة بركان، ولازم يحقق فيها نتيجة إيجابية علشان يحقق اللقب إن شاء الله على استاد القاهرة. في التمرين النهاردة كان متواجد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وكمان حسام المندوه أمين الصندوق، وكانوا موجودين أعضاء مجلس الإدارة، وكانوا بيستعدوا على الفريق ويعني بيطمنوهم قدام المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان. كمان بعثت الأهلي بقيادة كابتن الخطيب موجودة في تونس وبيستعدوا للقاء اللي أكيد مش سهل أمام غريمه التقليدي الترجي التونسي. خلينا ناخد كل التفاصيل والأوراق الفنية من الناقد الرياضي شريف عبد القادر. مساء الخير على حضرتك، وازاي الاول نبتدي بالزمالك لان المباراه غدا، ازاي بيستعد الزمالك لمواجهه نهضه بركان، وايه الاوراق الفنيه اللي هيعتمد عليها علشان يعني يقدر انه يجتاز المباراه امام نهضه بركان ويحقق كاس الكونفدراليه؟ ويمكن السنه اللي فاتت كانت المواجهه بنفس الطريقه وفاز فيها نادي الزمالك. اهلا بحضرتك واهلا بالمشاهدين. طبعا لقاء بين الزمالك ونهضه بركان يوم الاحد في الاهلي هو اللي بكره في تونس. ان شاء الله. في نهائي طبعا كان نهضه بركان فاز ذهابا في المغرب 2-1. الزمالك محتاج يفوز بهدف ليحقق اللقب، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. طبعا في استعدادات قويه قيادة جوزيه جوميز البرتغالي للقاء. النهارده اعلنت القائمه المبدئيه اللي هتخش المعسكر المغلق لاستعدادها لمباراه الاحد. غاب عن القائمه قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، و مصطفى الزناري للاصابه، ومحمود علاء لوجهه نظر فنيه من المدير الفني. لكن طبعا في جاهزيه لاغلب اللاعبين، عوده مصطفى شلبي للقائمه ودخوله في قائمه المباراه اضافه كبيره في الجهه اليسرى لنادي الزمالك. طبعا زي ما تابعنا الايام الماضيه دي كان في اقبال شديد جدا على التذاكر، وحتى الان طبعا كان في الناس عندها امل ان يتم طرح تذاكر جديده للمباراه، لكن طبعا شركه التذكره اكتفت بالعدد المحدد امنيا ب 53,000 تذكره. والحمد لله تم بيعهم في غضون ساعتين. يعني بالتاكيد الزمالك غايب عن بطولات افريقيا منذ عن تحقيق بطولات افريقيا منذ 2019. اخر بطوله حققها الكونفدراليه الافريقيه كان لعب نهائي 2015 دوري ابطال امام صن داونز في 2015 وخسر اللقب للاسف، وكان قبل كده وصل ل حقق اللقب في 2002 امام رجاء المغربي اخر لقب دوري ابطال حقا حقق. عنده فرصه تاريخيه
للعودة للألقاب الأفريقية في موسم كانت بدايته متراجعة شوية في النتائج وشهد إخفاقات على مستوى النتائج المحلية، لكن وصل للنهائي عن جدارة واستحقاق وعنده فرصة تاريخية إن شاء الله مع المؤازرة الجماهيرية والتركيز اللاعبين والحماس والجدية في المباراة إن شاء الله يحقق اللقب. الأوراق الفنية اللي هيعتمدوا عليها لتحقيق اللقب وتحقيق نتيجة مختلفة عن مباراة الذهاب إن شاء الله طبعا، يعني في البداية هيبقى فتوح، أحمد سيد، زيزو، أحمد حمدي، جزيري، مصطفى شلبي، دي العناصر المؤثرة جدا في أو اللي ليها بصمة حقيقية في تشكيلة نادي الزمالك وأكيد لها دور كبير جدا في تحقيق الفوز واللقب إن شاء الله، لأن دي العناصر اللي بيعتمد عليها جوزي جوميز في نقل الهجمة بسرعة، تحقيق كثافة هجومية، الانتشار السريع، قوة الهجومية في وصول إلى مرمى المنافس، وخلال مباريات البطولة كلها كان ليهم التفوق الواضح في البطولة عن طريق الخماسي ده، معهم طبعا عمر جابر، معهم مسلوسي في الدفاع كعنصر مهم جدا في دفاع الفريق، دونجا في وسط الملعب، كل دي عناصر مؤثرة بشكل كبير جدا في طريقة لعب واستحواذ اللي بيعتمد عليها جوزيه جوميز في أغلب مبارياته. عايزه اروح للاهلي في رادس، ويعني يمكن مارسيل كولر النهارده كان بيتحدث في المؤتمر امبارح هو وبجانبه طبعا كابتن شناوي عن انه الترجي مش هو نفس الفريق اللي قبله الاهلي قبل كده، وانه في تغييرات كبيره في الفريق، وانه يعني ما فيش افضليه لفريق على الاخر الا بالاداء. شايف ازاي التصريحات دي، وشايف ازاي استعدادات النادي الاهلي امام الترجي في كأس بطولة أفريقيا؟ كلام صحيح جدا، فعلا الترجي هذا الموسم مع كادوزو مدرب جديد اللي تولى مسؤولية تدريب الفريق في منتصف الموسم تغير الأداء بشكل كبير جدا، مع استخدام برضو بعض اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، لا تحسن بشكل كبير جدا، قدم بطولة ووصل للنهائي عن جدارة واستحقاق بالفوز ذهابا وإيابا على صن داونز المرشح الأهم أو الأقوى مع النادي الاهلي للوصول للمباراه النهائيه والفوز باللقب، لا فاز عليه ذهابا في تونس وايابا في جنوب افريقيا عن جداره واستحقاق، لا اتغير تماما، الاهلي كان واجه ترجي الموسم الماضي وفاز عليه ذهابا وايابا، وقبل الموسم الماضي برضو نفس الحكايه، لا ترجي اختلف تماما تماما تماما، مباراه صعبه جدا، الاهلي بيستعد بقوه، اكتملت اغلب عناصره، يمكن الغيابات محدوده جدا، السوليه، كوكا، لكن عدلي ياسر ابراهيم، عدلي الشناوي زي ما قلت حضرتك وحضروا التدريب، عدلي اغلب العناصر المهمه، حسين شحات، امام عاشور، اسامه ابو علي، بيرسيتاو، كل العناصر دي كانت غايبه لفترات للاصابه، محمود متولي كانت غايبه لفترات للاصابه الفتره الماضيه، عادت بشكل كبير جدا وهيكون ليها دور مؤثر جدا في مباراه غدا في استاد حماد العقربي في رادس، وحكين ليها دور كبير جدا في مواجهه الغد، بالتاكيد المواجهه صعبه، المباراه يعني هتكون نتيجتها لها تاثير كبير قبل مباراه الاياب السبت القادم يوم 25، بالتاكيد الاهلي بيسعى ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، يخرج بنتيجه ايجابيه تكون مفيده ليه في مباراه الاياب، كولر عامل حسابه لده، ويمكن تصريحاته فعلا تصريحات متوازنه جدا، تصريحات نفس الشناوي برضو ان هو اتعود على اللقاءات دي، يمكن الاهلي والترجي لعبوا مع بعض 20 مباراه في دوري الابطال، الاهلي فاز في 10 والترجي فاز في 4 وتعادلوا في 6 طوال مشوارهم مع بعض، فهو ديربي معتاد وديربي دائما ما بيحدث، الترجي يكسب في تونس، الاهلي يكسب هنا، لكن الاهلي عنده افضليه كبيره في الفترات الاخيره على حساب الترجي في السنتين او الموسمين الماضيين عليهم الفوز ذهابا وايابا في تونس والقاهره. بالتاكيد مباراه صعبه. صحيح. حضور الجماهيري هيزيد على 34,000 في ملعب حماد العقربي. طبعا عارفه الجماهير التونسيه بتبقى متحمسه جدا وعندها برضو دوافع كبيره انها تحقق لقب غائب عن الترجي منذ 2018.
من ست سنوات يعني عندهم حوافز كبيره جدا، خاصه بعد هيقوم الفوز الغالي والكبير على صن داونز والاصحابي من النصف النهائي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي شريف عبد القادر، طبعا بنتمنى تحقيق الالقاب والفوز لقطبي الكره المصريه الزمالك والاهلي، وكل مشجعين الكره في مصر هيبقوا مستمتعين بالماتشات دي ومنتظرينها يعني سبت وحد ان شاء الله. خلينا نروح مع حضراتكم لخبر تاني، ويمكن تابعنا جميعا الفيديو اللي نزله الدوري المصري محمد النني، لانه خلاص بيقفل صفحه ارسنال الانجليزي بعد 8 سنين قضاها معاهم، واعلن هو رحيله بشكل رسمي عقب نهايه الموسم الحالي بعد 8 سنوات قضاها مع الفريق. وهو كان جاي للفريق من 2016 تقريبا، والحقيقه كان يعني بيمتلك العقد مع ارسنال لحد نهايه الموسم اللي احنا فيه ده 2023 2024، بعد كده ممكن ينتقل اللاعب لاي نادي مجانا في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، او هو يكون عنده بلان تانية لسه هنعرفها. انني يعني حقق 3 بطولات محليه مع الارسنال، كاس الاتحاد الانجليزي وبطولتين لكاس الدرع وكمان الكاس الخيريه، كاس الدرع الخيريه. يعني كل التوفيق لمحمد النني، ويمكن الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي كتب له كتير من الكلمات اللي كلها حب، كلها تقدير لمسيرته مع الارسنال. فاصل ونروح ونرجع مع حضراتكم بعد الفاصل. دايما احنا المصريين عندنا مناسبات مهمه وتواريخ مهمه نحتفي ونحتفل بيها ونوضح قد ايه بنحب الناس اللي اتولدت في التواريخ دي. النهارده 17 مايو عيد ميلاد الزعيم، زعيم عادل امام اللي بيحتفل بعيد ميلاده 84، ربنا يديله الصحه وطولة العمر والعافيه. تاريخ ومسيرة يعني كبيرة جدا، مسيرة فنية يمكن أكتر من 60 سنة من عمر الفن المصري، عشان كده مش هنكون بنبالغ لما نقول إنه عيد للفن المصري. إحنا مع الزعيم عشقنا الفن ودبنا في غرام السينما والمسرح والتلفزيون، الحقيقة إنه هو بيستحق إن إحنا نحتفل بيه كل لحظة وكل يوم. أمتعنا بتاريخ طويل بطلته وبهجته، ودايما لما تسمع صوته ولا تشوف مشهد ليه تشوف قوة مصر الناعمة على مدار العقود الطويلة دي. هو كان وما زال الحقيقة خير سفير للقوة الناعمة المصرية، وإحنا بنحتفل بعيد ميلاد زعيم عادل إمام كل سنة وهو طيب ودايما بصحة وسعادة يا رب. نروح للفنانة الجميلة إلهام شاهين، النجمة إلهام شاهين، أهلا بيكي، مساء الخير على حضرتك، ودايما منورانا في التاسعة. وإزاي شايفة احتفال الناس مش بس في الوسط الفني، في مصر كلها بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام؟ يعني جميع القنوات بتحتفل بعادل إمام، فده شيء محترم وكلنا سعداء بده جدا. وبعدين عادل إمام مش مصر بس تحتفل بيه، كل العالم العربي يحتفل بعادل إمام ونقول له شكرا إنه أسعدنا كل هذه السنين بفنه الجميل. حقيقي إدانا سعادة كبيرة وإدانا رسائل هامة وتعلمنا منه. يعني عادل إمام أول واحد كان ليه مواقف عظيمة مثلا في محاربة الإرهاب، ومش بالكلام. صحيح. لما يعمل فيلم الإرهابي اللي هو فيلم يعني يدي ثقافة كبيرة ويدي فكر مهم ويفهم الشباب اللي بتعمل لهم غسيل مخ عشان يتحولوا الإرهابيين إن ده مش من الدين وإن ده بعيد عن الدين الإسلامي، وإنه لما هيفوق ويعرف إن دول ناس مش عارف يتراجع. يعني فيلم مهم جدا جدا في توقيت كان مهم جدا جدا، محدش يجرؤ يقدم النوعية دي من الأدوار غير عادل إمام. سلسلة الأفلام اللي عملها مع الأستاذ الكاتب الكبير طبعا وحيد حامد، أفلام مهمة جدا جدا وتحتاج لقراءة ما بين السطور. يعني ما تقدريش تاخدي الفيلم بشكل كده سطحي، لكن محتاج يعني الواحد هو بيتفرج لتعمق في المعاني اللي بتتقال وفي المواقف اللي بنشوفها على الشاشة. فعادل إمام زي ما أمتعنا بأعمال تضحكنا من قلبنا، بكانا من قلبنا، خلانا عقولنا تشتغل وتفكر، خلى مشاعرنا تتحرك، فهو أثر فينا أكبر الأثر. يعني
شخصية مؤثرة جدا جدا في الثقافة المصرية وفي الفن العربي بشكل عام. صحيح. وبعدين الوحيد بقى السينما والمسرح والتلفزيون اللي قدر في كل المجالات يخلينا نلتف حوله ونهتم جدا ان احنا نتابعه، لانه نجح نجاح كبير جدا في جميع مجالات الفن. بكل تأكيد، ويمكن ده سر التعلق الشديد من المصريين ومن الناس كلها في الوطن العربي بعادل إمام. وكنت بتكلم انه في كل المجالات بيبقى عندنا رموز كبيرة جدا بنحتفي بيها، والحقيقة الفنان الكبير عادل إمام عنده بصمة خاصة في كل المجالات زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، سينما ومسرح وتلفزيون، وده اللي خلى أجيال مختلفة ترتبط بعادل إمام. الفنانة إلهام شاهين، حضرتك يمكن اشتغلتي مع الزعيم عملين، الهلفوت ورمضان فوق البركان. ايه اكتر حاجه الهام شاهين تفتكرها وتيجي في دماغها اول ما بتفتكر اعمالها مع الزعيم عادل امام، والرسائل اللي كانت بتوصل لحضرتك من الزعيم عادل امام؟ انا في عمل كمان اسمه امهات في المنفى، ده اول عمل في حياتي اقف فيه قدام كاميرا، كان برضو بطوله عادل امام. اكتر حاجه افتكرها ان هو اللي رشحني للهلفوت، مش الانتاج ولا المخرج، هو اللي رشحني، هو اللي كلمني بنفسه مكالمه تليفونيه وقال لي انا عايزك تعملي البطوله قدامي في الهلفوت، وهو اللي بعت لي السيناريو، قال لي انا هبعت لك السيناريو دلوقتي على البيت، وكان مهتم جدا. عادل امام ساعدني في فيلم الهلفوت، يعني هو طبعا مع كل بقى المجموعه الرائعه، الاستاذ رحيم حامد والاستاذ سمير سيف والحاج وحيد فريد يعني الله يرحمهم، كان فيلم لصناعة نجمة، يعني وقفوا جنبي جدا، وكان كل التوجيهات ان هم بيصنعوا نجمة للسينما. او انا اقدر اصنف حياتي ما قبل الهلفوت اقول الهام شاهين نجمة تلفزيونية، واشتغلت في افلام محترمة، لكن مش انا النجمة يعني بتاعت العمل، يعني زي امهات في المنفى، العار، البريء، لا تسألني من انا، كلها علامات في السينما المصرية، لكن البطولة الكبيرة ليا انا ان انا اكون نجمة قدام نجم كبير هي فيلم الهلفوت، وهو كان السبب ان انا اخد اول جائزه في حياتي كاحسن ممثله. فانا اقول لعادل امام انا لن انسى فضلك عليا ابدا. هو له يد كبيره قوي في وجود اسم الهام شاهين في عالم السينما. صحيح، ويمكن ده دايما بيتقال عن الزعيم وبنشوفه في كل اعماله انه بيقدم فنانين كتير للساحه الفنيه. فيمكن حضرتك كنت بتتكلمي عن ده، انا يعني بالي راح لفنانين كتير جدا ومن الجيل الجديد قدمهم الزعيم عادل امام. طبعا طبعا، وبعدين ما عندوش اي مثلا انانيه، او يعني هو اللي يغششنا، هو اللي يقول لنا، يضيف لنا حاجات على السيناريو، حاجات مثلا تعمل ايه فيه، كان يقولي مثلا لا قولي كذا مثلا في الجمله دي، واتفاجئ وانا بتفرج ان الناس بتضحك جدا، او الناس بتسقف، او الناس مبسوطه قوي. فهو عنده تاتشات حلوه قوي، جماهيريه جدا، بيساعد بيها كل الناس، الشباب الجداد اللي اشتغلوا قدامه. فعادل امام زي ما هو فنان عظيم، هو انسانيا عظيم. والحقيقه برضو ما نسالوش ابدا انسانيا، انه لما بيعرف ان اي حد فينا تعبان في مستشفى، مريض، راح لدكتور، اول واحد يكلمنا ويسال علينا. ومش بس لو انا تعبان، انا لو عندي حد من عيلتي، اخويا ولا اختي ولا حد من عيلتي تعبان، الاقي عادل امام لما يعرف يسال ويكلمني ويقول لي طب اساعد في ايه، طب اكلم لك دكتور، طب عايزه حاجه، طب هو جدع جدا، هو راجل جدا، هو اخ كبير لكل الوسط الفني. ولذلك احنا فعلا لما بنقول زعيم الفن العربي، هو حقيقي زعيمنا، هو زعيمنا واخونا الكبير. صحيح، اللي هو يعني بيلم الاسره الفنيه. ويمكن ده يعني الحاله الكبيره من الحب اللي جوه الوسط الفني دي واصله كمان للناس، الناس كلها بتحتفل بالزعيم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا طبعا، بيتناقلوا المشاهد، بيتناقلوا الافيهات اللي احنا حافظينها جيل بعد جيل. فاحنا سعداء ان حضرتك معانا واحنا بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام. شكرا جزيلا على النجمه الهام شاهين. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح كمان للمخرج عمرو عرفه، والحقيقه انه هي يعني مسيره حب
في الزعيم عادل إمام مسيرة كبيرة من البهجة والسعادة هو أدخلها علينا بوجوده معانا على طول الفترة اللي فاتت على الشاشة، وحتى وهو بعد ما ابتعد عن الشاشة الناس كلها بتتحدث عن الزعيم عادل إمام. حضرتك قدمت معاه فيلم زهايمر، وده فيلم من الأفلام اللي يمكن الأجيال الجديدة كلها حافظاه وعارفاه وتأثرت بيه بشكل كبير. أهلا بحضرتك المخرج عام عمرو عرفة. أهلا بك يا هدير، أهلا بك وأهلا بأشرف. يمكن الحقيقه الحب الكبير للفنان عادل امام جوه الوسط الفني وبره الوسط الفني عامل حاله كده من البهجه والسعاده على الجميع، وبنحتفل بعيد ميلاده والمسيره الكبيره الفنيه اللي هو قدمها لمصر وللوطن العربي. حضرتك شايفها ازاي من خلال التعاون كمان اللي تم بينكم في فيلم زهايمر؟ بصي انا الاستاذ عادل عملت معاه الاول السفاره في الاماره وبعد كده عملت زهايمر. فالأستاذ عادل يتميز بأن هو همه الشاغل المواطن المصري البسيط. ده طول ما هو بيصحى الصبح يفتح الجرايد يشوف ايه المشاكل، ينام يتكلم مع الناس يعرف مشاكلهم ايه، اللي بيشتغلوا حواليه وهو بيصور الفيلم من عامل البوفيه لأكبر واحد، كل واحد هو عارف ايه مشكلته. همه الشاغل مشاكل الناس. فهو طول ما هو دايما كان بيظهر على الشاشه من المواضيع اللي كان بيختارها كده، فكنت بتلاقي صدق وبتلاقي مواضيع طبعا هو حاسسها اصلا وشايفها. فكان تقدري تقولي كده هو نبض الشارع المصري لمده 50 سنه. صحيح، يمكن مثل كل القضايا اللي بتهم الشارع المصري من السبعينيات ولحد يعني الالفينيات، وهو بيناقش كل القضايا اللي بتمر بيها بلدنا كل فيلم في السينما والمسرح والتلفزيون. هو بيعالجها في فيلمه، يعني هتلاقي في كل فيلم طلع كان في ازمه في الفتره دي في الارهاب ايام عمل الارهابي، كان في ازمه في كل فيلم بيعمله هو همه الناس الهجره اللي بيهاجروا. فيعني ايه، هتلاقي كل فيلم عنده ليه مناسبه. طب حضرتك تفتكر كده كواليس اول مقابله مع زعيم عادل امام، وهنا تحديدا لو نتكلم على السفاره في العماره واحنا بنشوف اللي بيحصل في فلسطين واستمرار التصعيد في فلسطين وهمه اللي هو وضحه بكل تاكيد ده كان هم كل المصريين وما زال، وهي قضيه المصريين كلها في فلسطين، وتقدمت من خلال السفاره في العماره هذا الهم المصري والعربي بصوره رائعه. هو الاستاذ عادل الحقيقه انا كنت اعرفه من قبل السفاره بمده، لان هو كان بيشتغل مع شريف اخويا وكنت بروح ازورهم كتير، فكنا اصدقاء يعني، وبعدين هو ساكن جنب مكتبي على طول. فكان بيصور عريس من جهه امنيه مع الشريف منير صديقي، وفجاه لقيت المكتب بيخبط، بفتح لقيته داخل مع الشريف منير. قال لي انا عرفت النجاري وانا جاي بقى ايه اشوف مكتبك ده، وريني مكتبك ده عامل ازاي وتعزمني على شاي. ومن ساعتها وهو لم يترك المكتب. زيارات متتاليه بدون ما فيش اي عمل ما بيننا وما بين بعض، وعملت افريكانو ومش في دماغه ومش في دماغي، لغايه لما انا كنت كاتب قصه عن السفاره في الاماره وكنت رايح اجيبه من البيت، هو ساكن عند ميدان الثوره، ورايحين على مكتبي بنتمشى كده، مكتبي جنب نادي السويد، وماشيين بنتمشى في الشارع، فروحت احكي له السطر بتاع السفاره في الاماره، بص لي كده قال لي دي قصتك؟ قلت له اه. تم المشي ما ردش. قد ايه بقى؟ شهرين. ولا انا سالته، لقيته بيكلمني في التليفون، قال لي يا عمرو فاكر السطر اللي انت حكيته لي واحنا ماشيين في الشارع؟ قلت له ايوه يا استاذ. قال لي انا عايز اعمل الفيلم ده، ده وقته، ده وقته. فهو مميز في ان هو يلتقط المواضيع والاحاسيس ويقدر يعبر عنها كويس جدا جدا بنفس او باحلى من واقعها، وبقى مصدق عند الناس بكده. صحيح، هو نبض الشارع العربي مش المصري حتى بس. صحيح. حضرتك شايف سر حب الناس الشديد لعادل امام، يمكن انا يعني دي حاجه بتوقفني هنا، ناس كتير تحب فنانين معينين وفنانين معينين ما تحبهاش، لكن في حاله من الاجماع على عادل امام، شايف سر ده ايه؟ والله ده السر ده عند ربنا. لو عايز تساليني يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في كل شخصيه محبة ليها عند الناس، بالذات الممثلين، الممثل لو ما فيش حب أو لو ما فيش قبول زي ما بيقولوا ما بينجحش، حتى لو هو ممثل عظيم. فهو كان ممثل عظيم وعنده قبول، زائد ذكائه، هو كان بسم الله أو ما زال بسم الله ما شاء الله يعني قمة في الذكاء، فبيعرف يختار أدواره كويس، وعنده قوة رهيبة رهيبة في إنه يلتقط زي ما هو بيلتقط الدور الحلو، عنده قوة
اقوى في انه يرفض ادوار. عادل امام اكتر واحد رفض سيناريوهات في وقت من الاوقات وصنعت نجوم اخرى. اي سيناريست بيطلع اول فيلم بيكتبه لازم يكتبه يحاول مع عادل امام الاول، فكان اي سيناريو بيطلع في مصر كان لازم يروح لعادل امام الاول في فتره من الفترات. يعني الحقيقه انا مبسوطه ان حضرتك كنت معانا، وبوجه لك كل تحياتي المخرج عمرو عرفه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. والحقيقه الحديث عن الفن كله بهجه وسعاده، ويمكن المصريين احنا معجونين فن، وفنانيننا بالنسبه لنا هم قوه مصر الناعمه فعلا، واللي بنفتخر بيهم في كل مكان. انت لما بتسافر بره والناس بتعرف انك مصري تقول لك انت من بلد عادل امام، فهنفضل طول الوقت متعلقين بافلام عادل امام ومسرحياته وبمسلسلاته وبالمشاهد اللي احنا شايفينها. هو فعلا شاهد شاف كل حاجه من خلال افلامه ومسرحياته ومسلسلاته، شاف مصر الكبيره وتاريخها العظيم وحكاها من خلال مسيرته الفنيه، ويمكن ده سر حب وتعلق المصريين بالزعيم عادل امام. كل سنه وانت طيب يا زعيم. فاصل وهنرجع مكملين مع حضراتكم حديثنا عن الزعيم عادل امام واحتفالنا بعيد ميلاده. كل سنه وانت طيب وبصحه وسعاده وعافيه. زعيم عادل امام الدوله الفنيه المتحركه اللي شكل كتير من وجداننا ومشاعرنا وشخصيتنا، وطول الوقت واحنا بنشوف الافلام وبنفتكر الشخصيات، المنسي فتحي نوفل في طيور الظلام، طول الوقت واحنا بنشوف احمد الموظف البسيط في ارهاب والكباب، وساخر في الافوكاتو، وفهمي عبد الهادي في حتى لا يطير الدخان. عادل امام هو الحكايه اللي مش هتنتهي، اللي هنفضل نتكلم عنها طول الوقت. وخليني دلوقتي اتكلم مع حضراتكم كمان عن احدث اصدارات احدى دور النشر المصريه من خلال كتاب عدوا وقدموا لينا، وداخل هذا الكتاب فيه العديد من الحوارات الصحفيه الهامه مع الزعيم عادل امام. الكاتب الصحفي اشرف شرف هو منورنا النهارده في التاسعه، ومستمرين في مسيره الحب ومظاهره الحب الكبيره للزعيم عادل امام واحنا بنحتفل بعيد ميلاده 84. والحقيقه يعني انا عندي شغف كبير اني اقرا الكتاب واقرا الحوارات الصحفيه. حضرتك كمان كان ليك مقال النهارده بعنوان صديقي عادل امام في الوطن احتفاء بعيد ميلاد الزعيم عادل امام. اهلا وسهلا بحضرتك، ويعني كل سنه والزعيم بالف خير يا رب، وربنا يمتعه بالصحه. عادل امام بالنسبه لنا مش ممثل، عادل امام زي ما انا كنت كاتب هو دوله فنيه متحركه الحقيقه، دوله بحالها. هو اول فنان في تاريخ مصر يبقى عامل مؤسسه متحركه، يعني زي ما بيقولوا عندنا الاهرامات وعندنا عندنا وعندنا عندنا عادل امام الحقيقه. انت اخترت في الفصل الاول من الكتاب مشاهد من حياه الزعيم، من وجهه نظرك كانت ايه اهم وابرز هذه المشاهد في حياه الزعيم عادل امام؟ والله انا اخترت شويه مشاهد كده عشوائيه بحكم الاقتراب منه والمكالمات الكتيره جدا اللي جمعتنا والحوارات الصحفيه، وتوقفت عند مشاهد كتيرة جدا. يعني أنا رصدت حوالي 25 مشهد عملتهم زي مشاهد السينما. هفتكر مع حضرتك أهم المشاهد. المشهد الأولاني لما حد سأله هو طفل صغير لم يتعدى 3 سنوات وقال له أنت نفسك تطلع إيه؟ زي السؤال التقليدي اللي بنسأله لكل الأطفال. فقال ملك. وقتها ما كانش يعرف يعني ايه ملك، وحلمه تحقق ان هو بقى ملك على القلوب يعني عروش الجماهير. والحقيقه ده كان نبوءه مبكره جدا لمسيرته ومشواره الفني. المشهد الثاني اللي عالق في ذهني انه انا لما دخلت مكتبه في الشهير في عند نادي الصيد لقيت تمثال غاندي، فسالته ليه غاندي؟ قال لي لانه هو غاندي رمز للسلام، حارب بلسانه وانا بحارب بالضحك وبالسينما، ما مش بحارب بالسلاح يعني. المشهد الثالث اتكلمت عن علاقته ازاي بدات بصلاح السعداني، علاقته بسعيد صالح مشهد رابع، علاقته باصدقاء ورفقاء السلاح زي ما هو كان دايما بيقول انه صلاح السعداني وسعيد صالح هما رفقاء السلاح. مشهد زواجه الغريب بهالة شلقان انه مش عايز يتجوز فاتجوز، عايز مش عايز يخلف فخلف، لم يكن الزواج في باله يعني. ده مشهد مهم جدا ونقطه تحول كبيره جدا. المشاهد الاخرى اللي بحاول افتكرها كمان انه ازاي هو قدر يصنع تغير، وازاي واكب يطلع من مرحله سينمائيه لمرحله اخرى بديله بنفس القدر.
الممثل الوحيد في مصر اللي نجح في كل المجالات. يعني دايما نلاقي مثلا سمير غانم مميز اكتر في المسرح، نلاقي الاستاذ يحيى الفخراني او الدكتور يحيى الفخراني مع حفظ الالقاب مميز في التلفزيون، نلاقي احمد زكي سينما، عادل امام اذاعه سينما تلفزيون مسرح بنفس القدر ونفس النجاح. دي معجزه فنيه لم تحدث مع اي حد لا في مصر ولا في الوطن العربي ولا في العالم حتى. طيب في فصل كمان من الكتاب اسمه افلام ومعارك. من وجهة نظرك واقترابك من الزعيم عادل إمام في عدة حوارات أجرتها معاه، شايف إيه المعارك اللي خاضها الزعيم عادل إمام ويعني حقق فيها انتصارات؟ كتيرة جدا، يعني معارك لها علاقة بالرقابة وطبعا المصنفات الفنية، وكان بيكلم المسؤولين الكبار فكانوا اشتغل يا عادل وما يهمكش، مسؤول كبير قال له اشتغل يا عادل وما يهمكش، يعني حاجات كانت بتحصل معاه ما بتحصلش مع اي ممثل اخر. دايما انت بتنتظري قرارات الرقابه والحاجات، لكن لما هو بيتدخل الموضوع بيمشي. اكيد زي في افلام مهمه زي السفاره في العماره، زي الغول، زي عريس من جهه، كل الافلام اللي دخلت الرقابه كانت ممكن لو مع اي ممثل اخر، زي الجردل والكنكه اللي بيتكلم عن تزوير الانتخابات واعضاء مجلس الشعب، ده كان عليه جدل كبير جدا، وكلم مسؤول مهم في الدوله وقال له عادل خلاص الفيلم هيعدي. يعني حاجات بهذا الشكل كانت دايما مواضيعه وقضاياه بتمس الشارع، بتمس الشارع لكن وحضرتك بتتكلم عن الرقابه، في افلام برضو دخلت الرقابه وما خرجتش نفسية الرئيس وحارس الرئيس واكثر من فيلم، ودول دخلوا ما لم يروا النور. اعتقد انهم كانوا في السنوات الاخيره كمان، وهو كان ركز اكثر في التلفزيون، هو لم يحارب يعني في المرحله اللي هي في بعد 2016 2017 اعتقد ان هو كان خلاص توقف عن المحاربه من اجل خروج افلام للنور، لانه خلاص كان بالنسبه له ان هو بيعمل مسلسل كل سنه، فمركز ان هو مسلسل سنوي لحد فالنتين 2020. طيب هنروح مع حضرتك دلوقتي الفاصل ونرجع مستمرين في حديثنا عن الزعيم عادل امام وفي حب الزعيم عادل امام واحتفالنا بعيد ميلاده ال 84 مع الكاتب الصحفي اشرف شرف، ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد فاصل، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ونرجع لضيفنا الصحفي اشرف شرف، واحنا بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام ال 84، ربنا يدينه الصحه والعافيه دايما. الحقيقه انه جيل عادل امام دايما كان عندهم رؤيه في القضايا اللي بيختاروها سواء في المسرح او في السينما او في التلفزيون، دايما في رؤيه مختلفه في السيناريو. ازاي زعيم عادل امام كان بيضيف هذه الرؤيه؟ ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل على انه مثلا فيلم زي التجربه الدنماركيه السيناريو اتغير سبع مرات. في البدايه انه فيلم التجربه الدنماركيه كانت نعتبر مرحله جديده في حياه عادل امام، فهو كان قلقان جدا من السيناريو، وكمان البطله جديده اول مره تمثل، وهو اللي اختارها نيكول سابا، واول مره كانت من الغنى للسينما وهو اللي اختارها. يعني عادل امام عنده ميزه ان هو اللي بيختار، هو يعني اشطر ممثل جه في تاريخ مصر بيعمل كاستنج للادوار، حتى لو دور يعني بيعدي من قدام الكاميرا. فكان المرحله في ناس عدت من قدام الكاميرا مع الزعيم بقت نجوم طبعا الحقيقه، وعمل ده مع كتير جدا، مع جيل كبير جدا من الكوميديات، مع هنيدي، مع علاء ولي الدين الله يرحمه. وعشان ده تلاقي احاديث معظم الفنانين ان احنا يعني هو ليه فضل كبير عليه جدا. مكي شافه في اتش دبور فجابه في مورجان، يعني مشهدين في مورجان بقى في حته تانية احمد مكي. المرحله دي الحوار ده قاله لي الاستاذ عصام امام، وانا من ضمن الحوارات يعني انه هو كان قلقان جدا وكان شايف انه السيناريو محتاج يتشد طول الوقت، عمال يقول يوسف السيناريو فيه حاجه، السيناريو عايز يتظبط. فاتكتب حوالي 7 مرات عشان يقتنع الزعيم انه يدخله، وهو طبعا بيثق في شقيقه عصام امام لانه منتج لفيلم من اهم افلامه اللي هو الارهاب والكباب. وده برضه ليه قصه طريفه جدا ممكن احكيها لحضرتك، انه الاستاذ وحيد حامد كان بيكتب في مجله صباح الخير مقالات، فعصام امام رايح يشرب معاه فنجان قهوه على الصبح كده على في اوتيل شهير جدا الاستاذ وحيد بيكتب فيه، فقال له خد يا عصام ادخل الحمام خد اقرا المقال الجديد ده. فقرا فاتصل بالاستاذ عادل قال له وحيد كاتب عن شاب او مواطن بيدخل مجمع التحرير ما بيخرجش. وقتها الاستاذ عادل كان بيعرض بادي جارد في لبنان،
قال له مضي وحيد وقول له ده فيلم عادل إمام الجديد. وبالفعل وده تحول عصام إمام من صديق لوحيد حامد لمنتج. هو طبعا أستاذ عصام بينتج مسرح هو اللي أنتج كده أوكي، كل المسرحيات المهمة جدا يعني، و727 وكعب عالي وكل المسرحيات المشهورة يعني، تحول من منتج مسرح لمنتج سينما عشان يعمل الإرهاب والكباب، واحدة من أهم التجارب السينمائية الحقيقة. أعتقد أنه دي قصة طريفة جدا جدا، تحول من مقال صحفي لفيلم سينمائي مهم جدا. صحيح. وإحنا بنتكلم عن البطلات، يمكن أغلب المسرحيات البطلات كانوا بيتغيروا وأنا في اللحظات الأخيرة. وأنا بعمل رحلة كده اكتشفت أنه الأستاذ عادل إمام ما فيش بطلة بتعيش له في مصر بالمعنى الدارج يعني. ما شاء الله، عشان يعني سنين العرض كانت طويلة جدا يعني. والحظ أنه بيخدم بطلات أخريات تبقى هي جايه ضيفه على المسرحيه فتتصور فيها فتحسب لها تحسب لها المسرحيه يعني. انا وانا عملت سلسله حوارات مع شين سيف النصر وقالت لي انا ندمان ان انا ضيعت تسع سنين من عمري وانا بعرض بادي جارد وفي الاخر اتصورت برغده يعني. يعني برضو تسع سنين ان انت بتشتغلي والبطله والروايه بتاعتك وكده وفي الاخر خالص تبقى باسم حد تاني. الاستاذ عادل امام كانت البطله الاولى في شاهد ما شافش حاجه، يمكن محدش يعرف المعلومه دي، كانت هاله فاخر والدتها توفت فجت كملت ناهد جبر وتصورت بناهد جبر. في الواد سيد الشغال كانت سوسن بدر فعملت عملية فجت مكانها مشيرة اسماعيل فتصورت بمشيرة اسماعيل، فأصبحت شاهد ما شافش حاجة البطلة هالة فاخر بدلا من يعني ناهد جبر بدلا من هالة فاخر، وفي الواد سيد الشغال مشيرة اسماعيل بدلا من سوسن بدر. بادي جارد دول خمس ست بطلات ورا بعض يعني، رغدة في الأول وبعدين مشيت اعتذرت عن استكمال المسرحيه، جت مكانها منال عفيفي وبعدين مشيت، جت مكانها ديده وبعدين مشيت، جت شيرين سيف النصر كملت تسع سنين وبعدين في الاخر خالص الاستاذ عادل التقى صدفه برضو من الحكايات اللي محدش يعرفها. التقى صدفه وهو رايح العراق يعرض المسرحيه بمدام رغده، قال لها انت وعداني ان لما اجي اصور المسرحيه تبقي انت اللي معايا زي ما انت بدات العرض ننهيه سوا، وقد كان. ويمكن احنا بنتكلم عن البطلات اللي شاركوا مع الزعيم عادل امام دايما تيجي في دماغي على طول يسرى طبعا، يعني يمكن كان دويتو كلنا بنعشقه تقريبا، عملوا مع بعض 17 فيلم. فبالتاكيد الكتاب لازم يكون بيتكلم عن يسرى اذا كنا بنتكلم على شخصيه يسرى. عامله جواب بتتكلم فيه عن حبها للاستاذ عادل امام، بالنسبه لها يسرى هي دائمة الحديث عن عادل إمام في كل مكان. 17 فيلم ده رقم كبير جدا في تاريخ الأستاذ، وبعديها لبلبة 14 فيلم و 17 فيلم من تجارب مهمة جدا من الكواليس كمان محدش يعرفها، إنه هي راحت اتصل بيها كانت في بطلة أخرى في الإنسان يعيش مرة واحدة إخراج سيمون صالح تأليف أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، واختلف الأستاذ عادل معاها فمشاها فكلم يسرى قال لها تعالي هاتي طقمين واحد اسود وحاجه ثانيه، فخدت فلوس يعني خدت هدوم من واحده صاحبتها وراحت له مرسى مطروح عشان تصور الفيلم، قالت له بس انا ماضيه مع احمد زكي فيلم لا اكذب ولكني اتجمل، فقال لها انا هكلم لك الاستاذ ممدوح الليسي وتعالي. وبالفعل راحت والاستاذ ممدوح الليسي قال له الاستاذ عادل شوف بطله ثانيه لا اكذب ولكني اتجمل، وجت اسرار حكيم بدلا من يسرى، ويسرى بقت بطله انسان يعيش مره واحده. طبعا ما نقدرش ننسى كراكون في الشارع، المنسي، حاجات كتيرة جدا جدا الحقيقة، طيور الظلام، ثلاثية الأشهر مع الأستاذ وحيد حامد والأستاذ شريف عرفة طبعا، دي حاجة مهمة جدا في مشوار يسرى الحقيقة. وطبعا المولد وغيره وغيره من الأفلام المهمة، جزيرة الشيطان، جزيرة الشيطان يسرى من الحكايات الطريفة إن الأستاذ عادل طالع في الجزء الثاني من الفيلم ودي ما حصلتش، إنه بطل ونجم بهذا الحجم يبقى هو في البطل يعني، هي الحكايه بادئه بيسرى بتفاصيل الذهب وان هم بيدوروا على عد لحد ما يروحوا طابه، واول فيلم مصري يتصور في طابه بعد رجوعها. كنا برضو بنتكلم عن الادوار اللي اعتذر عنها الزعيم عادل امام، ادوار كبيره، رأفة الهجان، اضحك الصوره تطلع حلوه، وغيرها كتير. ازاي تناولت ده في الكتاب والادوار دي برضو اخذت نجوم كبار؟ صنعت نجوم تانيين اخرين يعني، طبعا بدايه من طائر الليل الحزين اللي عمله الاستاذ محمود عبد العزيز، اعتذر عنه الاستاذ عادل فجاه الاستاذ محمود عبد العزيز بدلا منه، اخراج الاستاذ يحيى العالمي وتاليف الاستاذ وحيد حامد، واتعمل بعادل امام في الاذاعه بس ما اتعملش بعادل امام في السينما، وده كانت غريبه شويه لانه عمل على باب الوزير مثلا
في الإذاعة هو البطل، وهو عمله في السينما هو البطل. وكمان عمل إنسان يعيش مرة واحدة في الإذاعة ونجح وكسر الدنيا وعمله في السينما. طار الليل الحزين هو ما حبش التركيبة وقرر أنه يعتزل، فجاه الأستاذ محمود عبد العزيز. الكتكات وغيره وغيره من الأفلام المهمة، سواء الأوتوبيس ده من العلامات اللي في تاريخ نور الشريف، وهو أول فيلم مصري ياخد جايزة مهمة في الهند. فيعني واعتذر عنه زي. كان شايف أن الدور حسن السواق ده دور سلبي وما بياخدش حقه وما بينتقمش، مش زي المنسي، مش زي كل الأدوار اللي هو البطل في الآخر بينتصر لقيمه، أو دايما بيبقى في السيناريو في فكرة الصراع، بتصارعي بطل أو بتصارعي شخص ذو سلطة أو طبيعة أو أي صراع. شايف أنه حسن سلبي، فسلبية الشخصية. وطبعا اعتذر المرشح برضو من المفاجآت اللي أنا عاملها في الكتاب، أنه اعتذر عن المهاجر للمصير للأستاذ يوسف شاهين، وقال له أنه مهما عملت معاك هيبقى فيلم يوسف شاهين في الآخر، فمش هينفع نشتغل سوا. من وجهة نظرك مدرسة عادل إمام، ودي المدرسة والدولة الفنية الأهم يعني من وجهة نظري، ويمكن أنت تناولت ده في المقال، إيه أهم يعني المواد اللي في المدرسة دي أو النقاط الهامة اللي بتميز المدرسة دي واللي تخليها جيل بعد جيل مجتمعين على حب عادل إمام؟ الذكاء، الذكاء الفني، وان ازاي تقدر تستمر. ياما نجوم طلعوا واختفوا، او ياما نجوم طلعوا وما كانوش بهذا البريق والحجم. صحيح. الحقيقه عادل امام ذكي جدا ومصر جدا وقارئ غريب، ويعني وقاعد بيتفرج على الناس وبيتابع، وده عنده حاجه وما عندوش. عنده في جمله بديعه قالتها لي استاذه رقنا، يعني ان هو عنده عين ثالثه، يعني بيشوف الناس، يعني بيشوف الناس بطريقه مختلفه تماما. ويسرى مره قالت لي جمله مش قادره انساها برضو، انه يقول لها فلان وحش فتقول له لا ده كويس جدا، يقول لها فلان وحش من اول ما يشوفه، فتيجي له بعد تقول له كان عندك حق. هو عنده فراسه غير عاديه في قراءه البشر، ويمكن الشفافيه والمصداقيه دي والفراسه دي هي يمكن يعني خليته بيوصل لقلوب الناس بسرعه بهذا الشكل. الحقيقه مستمتعة بالحديث جدا، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أشرف شرف، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى احتفالك معنا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام. أنا اللي بشكرك جدا، شكرا جزيلا. بنحبك يا زعيم، وهنفضل نحبك وتعيش ودايما في صحة وسعادة يا رب، وتشوف قد إيه المصريين والعالم العربي والعالم كله بيحبك وبيحتفل بيك على مر التاريخ، ودايما أنت الدولة الفنية المتحركة فعلا اللي بتملينا فخر وحب. شكرا جزيلا لمتابعتكم النهارده، ودايما نشوفكم على ألف خير.